قناة مأتم المارخ بحلتها الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. شاهدونا في البث اليومي المطول والمستمر من الساعة 5 مساء إلى 1:30 بعد منتصف الليل، تتخلله البرامج المباشرة الآتية: برنامج المنبر، المحاضرات الرمضانية، البرنامج الفقهي فاسألوا يجيب على اتصالاتكم، البرنامج القرآني اقرأ ورقة، برنامج أحباب الله، مسابقات وجوائز للأطفال والناشئة، برنامج عطايا الكريم، مسابقة الاتصالات المباشرة مع جوائز قيمة، برنامج مساحة فكر، قضايا اجتماعية ومتنوعة، برنامج اللمة الرمضانية، استضافة شخصيات موهوبة. قناة مأتم المارخ برعاية